انا لا انا ايه اللي يخليني ادخل في هذا يعني دع ما يريبك الى ما لا يريبك. طيب اسمح لي، احنا معنا على التليفون اللواء اسامه فرج سكرتير عام محافظه المنوفيه السابق واللي كان شاهد على هذه الواقعه. سياده اللواء مساء الخير. مساء الخير واهلا بحضرتك وبالساده الضيوف والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك سياده اللواء. ايه مدى صحه اللي قاله سياده المحافظ دلوقتي انه محمد السرسي وقت ما كان يعني المحافظه متعاقده معاه كان بيتقاضى 2000 جنيه من المحافظه وكان بيتقاضى مبلغ مالي من عدد من رجال الاعمال تتراوح ما بين 3000 ل 10000 جنيه شهريا؟ الكلام ده رجال الاعمال بدون ذكر الاسماء قالوا هذا الكلام امامي وانا قاعد قدامه في المكتب، ورجال اعمال معروفين في شبين واسمعهم عندنا، وهذا الكلام قيل قدامي قدام معالي المحافظ وفي وجود شخص ثالث. الكلام ده حقيقي وهو كان بيتقاضى هذا وكان دايما يدعي ان هو نائب المحافظ. نائب المحافظ يعني كمان مش مستشار المحافظ. طبعا. وبعدين يعني هو كان بعقد في مشروع من مشروعات المحافظة. يعني كمان بيدعي للجميع بانه بيتولى منصب تنفيذي مش حقيقي، انه نائب المحافظ او مستشار المحافظ. صح كده. ان هو نائب المحافظ وبيتعامل مع الناس كلها على بهذا الوضع يعني. تعتقد يعني حضرتك ايه السبب اللي يخلي رجال اعمال كبار ان هم يعملوا مخصصات ماليه شهريه لشخص المحافظه متعاقده معاه لمشروع ما؟ والله هم قالوا ان ده كان طلب المحافظ السابق. طلب المحافظ السابق. يساعدوه ماديا. محافظ احمد شيرين المحافظ السابق. المشروع. طبعا هو الكلام ده قالوه في وجودنا يعني الكلام ده قيل. يعني المحافظ السابق كان على علم بانه هذا الشخص يتقاضى مقابل مالي شهريا من رجال الاعمال. طبعا 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 ورجال الاعمال موجودين، انا الكلام ده حضرته وسمعته وده حق ربنا يعني. حضرتك ممكن يعني تقول اسماء رجال الاعمال اللي سمعت منهم الكلام ده؟ لا يعني ما فيش داعي بس الاسماء معروفه يعني الاسماء معروفه وهم يعني معروفه لحضرتك مش معروفه للمشاهدين. لا هم المشاهدين هتلاقيهم عارفينهم برضو اللي من المنوفيه كلهم عارفينهم يعني. وهشام باشا عارفهم يعني مع المحافظ عارفهم. يعني الا يحق للمصريين ان هم يعرفوه؟ دلوقتي احنا مش بنتكلم على شخص، احنا بنتكلم على شخص كان بيشتغل في كان بيشتغل بالتعاون بيتعاون مع محافظ سابق، والمحافظ السابق على علم ان الشخص ده اللي المحافظه المفترض متعاقده معاه عشان مشروع بيدعي انه نائب المحافظ وبيدعي انه مستشار المحافظ، والمحافظ السابق كمان على علم بانه هذا الشخص بيتقاضى مقابل مالي شهريا من رجال الاعمال يعني في حدود تقريبا 20000 جنيه شهريا. هو سعادتك الفكره كلها ان المحافظ السابق هو اللي قايل لهم ادوله، لان هم رجال الاعمال دول كانوا بيساعدونا في حاجه اسمها صندوق كوارث. بيتبرعوا لصندوق الكوارث. المحافظ السابق هو اللي قال لرجال الاعمال ادوا لمحمد السرسي مقابل مالي شهريا. لدرجه ان في احد رجال الاعمال وقف الاعانه دي بمجرد ما المحافظ مشي، فاتصل بيه لما جه قعد معانا قال لا انا ما خلاص انا اخد تعليماتي من المحافظ الجديد. كلام يعني وكان الكلام ده في حضور سياده المحافظ. طيب ده في مقابل ايه؟ يعني المحافظ السابق طلب من رجال الاعمال يدوا مبلغ مالي شهريا لمحمد السرسي في مقابل ايه؟ تمام. والله يعني مقابل ايه دي قصه تانية خالص بقى ما نقدرش ان لا مش قصه تانية يا فندم. حضرتك بتتكلم على قضيه فساد دلوقتي، هي مش قصه تانية. طبعا لازم نعرف يعني ايه المقابل. يعني المقابل اكيد رجال الاعمال قالوا لحضراتكم المقابل ايه؟ يعني اكيد لها مقابل. احنا طبعا يعني كنا بعاد تماما وفوجئنا بهذا الكلام واحنا قاعدين، لان رجال الاعمال جم قالوا هذا الكلام منهم واحد انت ما بتردش ليه على المحافظ السابق؟ قال لا خلاص انا بشتغل في المحافظه يعني او بتعامل مع المحافظه بناء على وجود المحافظ الجديد. كان بيحصل على الاموال في مقابل ايه يا سياده اللواء؟ والله دي بقى يسال فيها السيد المحافظ السابق والشخص نفسه. ما حضرتك سمعت يعني من رجال الاعمال؟ كنا بعاد عن هذا الموضوع تماما يعني. مش حضرتك سمعت من رجال الاعمال؟ اسماء انا كنت قاعد مع سياده المحافظه لما حكوا. ايوه تمام. لما حكوا بقى قالوا اكيد ده في مقابل حاجه. لا ما قالوش. لا هو واخدين تعليمات من المحافظ ادوا السيرسي كذا ادوا له كذا بس.
وهم موجودين على فكرة والكلام ده كان في وجود سيادة المحافظ ووجودي وفي وجود شخص ثالث. تمام، بشكرك شكرا جزيلا لواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية سابقا.